اول دوره في هذا الملعب، ملعب صوران الجديد. الحمد لله اداء قدرنا ندعي 12 فريق ومن صوران وما حولها، قدرنا نوصل للمباراه النهائيه الحمد لله رب العالمين بفضل الله، ثم الجماهير الغفيره الكل يوم الحمد لله عم تتابعنا بالمئات. اليوم لنحضر مباراة في مدينة صوران، المباراة اللي جمعت نادي الوقاص بنادي صوران الرياضي. طبعا الحمد لله رب العالمين انتهت المباراة بفوز نادي صوران الرياضي، والحمد لله رب العالمين انتهت بأداء جميل من الطرفين. جميل.